طيب احنا كنا بنتكلم لحد الكاب سيجمنت، ما اعرفش حد سمعها مني ولا كان الدنيا قطعت. وقفنا عندها. هي وقفنا عندها. طيب الكاب سيجمنت دي اللي هي عباره عن الكفر اللي موجود من فوق، السطح اللي موجود من فوق اللي هي عدد لفات، يعني كانك انت باصه لبكره مناديل من فوق. بص كده شايفة؟ أو اه، بس في سؤال فضولي هنا. هي دي اللي بتحدد لي ان انا احرك الشيب ازاي يعني. لا مش هحرك الشيب ازاي، وهو ده السؤال الفضولي. هو انا معلش انا عمال ازود سيجمنتس بس انا مش شايف النتيجة بتحصل. في حد منتظر الاجابة على السؤال ده؟ هو مفيش حاجة هتحصل، بس دي حاجة هتخليني ان انا اعرف اعدل اتحكم في الشكل. جدع، يعني وقت ما حضرتك هتحبي تعدلي في اي شكل هقدر لازم ازود سيجمنتس عشان يبقى مرن وطيع معاك ان انت تشتغل. حد معايا يا اولاد؟ تمام. طيب هي ايه اللي في حاجه سايدز ال طيب 24 اللي دي؟ هي جوانب، جوانب بتاعت الشكل اهي، هي دي هتشايفها. اه وعندك سلايس، سلايس يعني ايه؟ يعني شريحة. انت عندك اه هنا ممكن يروح يقطع لك شريحة من الشكل from to، عايز من درجة كام لدرجة كام مثلا؟ ده انا ولا اه اي حد من 30 ل 60؟ ماشي. حلو، ادي من 30 واكتب له هنا كده لحد 60 اهو، يبقى معنى كده ان القيمة بتاعت الزاوية اللي انت كتبتها له هو اللي قصها من الشكل. هتشايفها؟ يعني حد هو معايا؟ اخد 30 واحدة من 60 واحدة يعني، مش ولا ايه، مش فاهمة. بص الدايرة كام درجة؟ الدايرة 360. اللي هي دي. فهو هنا بيبدأ من هنا من الزيرو خلاص، فأنت قلت له ابتدي قص لي من عند الزاوية 60 لحد الزاوية من 30 ل 60، يبقى هو قص الحتات. تمام. وصلت؟ تمام. طيب يبقى كده الاختلاف الوحيد بس في الكون ايه؟ الحاجة اللي كان تخص في الكاب فقط. اه الكاب سيجمنت. لكن الكاب هي سيجمنت. اه انا بحاول اكد بس ان نفس البارامترز اللي هي موجوده في كلهم هتلاقيها موحده، نفس الكونسبت واحد. الحاجه الوحيده اللي هتلاقيها مختلفه هي اصل الكتله، خدت بالك اللي هي ايه؟ بوكس لينث ويث وهاي، سفير هتلاقي فيها ريديوس بس وهكذا، ده الاختلاف الوحيد. حد يعرف يجرب الكون ده؟ أو يلا. إن شاء الله.